القرار الحمد لله اللي نزل البارح هو قرار إيجابي على جميع الحرفيين وكل أرباب قطاع الحفلات والأعراس. الحمد لله قرار كنا كنستناوه هذه شحال من شهر، يمكن اللي كان تخفيف وعاود يسدوا علينا، ودابا الحمد لله ان القرار ديال البارح كان قرار ايجابي. غير هو قرار غير واضح بالنسبه لليل واش تطلق ولا لا، لان ما رفعوا التنقل الليلي ياك وسمحوا لنا نخدموا، غير عندنا واقع عندنا اشكال واش نخدموا بالليل ولا لا، هذا هو الاشكال اللي مازال عندنا. والحمد لله حنا فرحانين بهذا القرار هذا اللي دارت الحكومه، في انتظار ان الامور ترجع للطبيعه ديالها والحياه ترجع كيف ما كانت شحال هذه، والله يرفع لنا هذا الوباء هذا. والزبناء ديالنا كاع متخوفين، انا دابا الزبون ديالنا مابقاش الزبون كيف كان شحال هذه كيجي كيرزيرفي شهر قبل او شهرين قبل، فولا الزبون حتى يقرب المناسبه تلقى غير اسبوع او اسبوعين هذا كيجي كيرزيرفي. اذا هذه القضيه التخوف هذا داروا الوباء وداروا الاغلاقات المفاجئه اللي كدير الحكومه او القرارات المفاجئه. فاحنا كنطلبوا الله ان ما يكونش شي سدا من بعد الامور ترجع للطبيعه ديالها، حيت انا هناك تطمينات من جهات في الحكومه كتقول بان الامور تكون ان شاء الله تمشي كيف ما كانت شحال هذه، حياه ترجع طبيعيه عاديه. فكنطلبوا من الله التيسير وان الامور تبقى عاديه ان شاء الله تعالى. اجراءات نخدموا بها كما قالت الحكومه ان غنتقيدوا التدابير الاحترازيه، وكذلك ان قال لك فرضوا الجواز للناس، هذه غادي حاجه ايجابيه نقدروا نديروها حتى هي، والتباعد الضروري والامور تمشي في حدود 50%، هادشي كلشي غنلتزموا به ان شاء الله باش نحقوا المسائل تكون مناعه جماعيه ان شاء الله تعالى. مورا السدان والحلان ما كانش اقبال كبير، لان اغلبيه الزبناء كانهم فقط داروا داكشي في الدار ديالهم بيناتهم. كان اشكال عاوتاني ان بعض الناس كانوا كيخوفوا انه يجيو عند التريتور ويعاود يكون السدان، فكيخليو حتى تقرب المناسبه عاد كيجيو عندنا باش كيرزيرفيو، وما كيكونش العدد كيف ما كان شحال هذه انك ياخذ 20 طبلة او 15 طبل، كيكون كيدير غير 5 طبالي 6 طبالي، عدد محدود جدا، وهذا العدد غير كافي باش نسدو به جميع الحاجيات ديالنا وجميع المتطلبات ديالنا. هي الخسائر ما بقاوش نهضروا عليها بزاف، لان الخسائر دابا اللي عطى الله عطاه، دابا خصنا نشوفوا المستقبل. وهي خسائر كبيره بزاف تكبدوها جميع الاصدقاء ديالنا والاخوان ديالنا في القطاع، هو باش نرجعوا الشيء اللي ضاع علينا والبينيفيس اللي ضاع لنا شحال هذه، فهو خاصو سنوات، لان راه جوج الصيف ديال 2019 والصيف ديال 2020 وعفوا الصيف 2020 2021 مشى لينا، فمشى هكاك ما بدون عمل بدون حتى شي حاجه، الناس شراو ماتيريال انفيستو في القاعات وفي الاخر ما خدموش، فهذا سبب لهم بزاف ديال الانهيار الاقتصادي كبير تسبب للقطاع ديالنا. كنتظروا ان شاء الله تعالى ان ندارك الامر في هذه الاعوام الجايه باذن الله والسنوات الجايه باذن الله تعالى.